الخير لكم مجددا اصدقائنا المشاهدين ولكل يلي انضموا هلا لرفقتنا. دايما بس نقول اللقمه الطيبه في عنوان، وبس نقول يا سلام في صاحب هل يا سلام، وبس نقول ايدين طيبين بيعطوا ماكولات حلوه. عن مين بنكون عم نحكي؟ اكيد عني. شو عرفك؟ الشيف حسين عبد الساتر يلي دايما بيكون باستديوهات يومنا الجديد ليقدم لنا اطيب الاطباق وهيك بطريقه سلسه وما بدها كثير تحضيرات. اهلا وسهلا فيك يا شيف. اهلا وسهلا فيك. بونجورين. وثلاثه وقرب على الك ولكل المشاهدين طبعا وين ما كانوا عم بيتابعونا. واليوم في عندنا وصفه جديده وشهيه ويا سلام. وشو اسمها هل يا سلام؟ اسمها جواكامولي بالكراب. جواكامولي بالكراب. بتاخذ كثير وقت مع السيده العصريه اذا بدها تحضرها؟ لا لا، ما انا عشان هيك نحن عم نحضر الشغلات سهله وسريعه مثل ما وعدتكم باول حلقه طلعت فيها، قلت لك رح احضر شغلات سهله وسريعه واقتصاديه، بس اليوم يعني بين وبين شوي. ايه يعني ما رحنا على قرايدس، رحنا على الكراب مثلا. لا عن جد يعني في الواحد ياكل بلا طيب ومش ضروري يكون قرايدس، في كراب. هلا نحن بنفس هيدي الطبق فينا نستعمل الدجاج، فينا نستعمل خضار مشويه، فينا لكل الناس اللي بيحبوا الفيجيتيريان فيني يشيل الكراب. جيب انا صينيه حط فيها زيت زيتون مع شرائح الكوسه مع شرائح الباذنجان الفليفله واشويهم بالفرن مع قليل من الزعتر الفرنسي، ناخذ نكهه ومذاق رائع بشيلهم وبحطهم كمان مع الجواكامولي. واو. طيب لكن هلا لكل ستات البيوت الحلوين يلي عم بيرافقونا، اذا مش عارفين شو بدكم تطبخوا اليوم، هي الشيف معنا مباشره راح يعطينا هالطبق المهضوم. ما بدنا ننسى الورقه والقلم بس. ايه الورقه والقلم هي مثل العادي، وفيهم يشربوا قهوه مثلي انا عم بشرب قهوه خضراء من زميلتنا. خبرينا شو هاي القهوه؟ قهوه خضراء زميلتنا هيفا يلي كانت معنا. هيفا من السعوديه. شيء كثير طيب بنصحكم فيها. يلا هلا بدنا نبلش. طيب. بالطبق اول شيء شو عندنا؟ اول شيء في عندي الافوكا. نحن بنحكي جواكامولي. اوكي. بس نحكي جواكامولي دغري بدنا نروح للافوكا. وبس نقول افوكا دغري بدنا نجيب شو؟ عصير حامض. لشو عصير الحامض؟ لحتى ما يسود عندي الافوكا. بعصر لهم كم عصره هيك. فينا ليمون بلا الحامض مثلا اذا حدا ما بيحب هالقد الطعم تكون قاسيه، ولا لا نحن مفروض علينا الحامض؟ ايه فينا نحط ليمون ما في مشكله طبعا. بس عصير الحامض هو بيعطيها نكهه وبيحافظ على لون الخضار لها اكثر. هلا في ناس ما بيحبوا مثلا الجواكامولي. ليه؟ لان الجواكامولي بيجي بقلبها بصل، بيجي بقلبها بندوره، وفي ناس بيحطوا معها كزبره خضراء، وفي ناس ما بيحبوا كزبره خضراء. بما انه انا اليوم رايح على الكراب ما رح احط معها كزبره خضراء. اوكي. ففيني انا شيل اعمل محل جواكامولي موس افوكا. الموس الافوكا نفس الطريقه، وبضيف لهم من كريمه الطبخ مع رشه ملح ورشه فلفل ابيض، بناخذ نكهه رائعه. اوكي؟ هلا بنجي. هلا بنبلش، بس بدنا نرجع كمان بعد شوي يعني نعد لهم المكونات ليلحقوا علينا شو قلنا. طبعا. اول شيء حطينا الافوكا. لكل المشاهدين لكل ستات البيوت اللي انضموا لنا هلا من جديد، حطينا افوكا عصره حامضه، ويلا بنشغل ايدينا مع رشه ملح وشو وقليل من البهارات المشكله. هيدا مخلوط ملح وبهار صح؟ مخلوط ملح وبهار. طيب انتوا عم تشتغل شيف، بس خليني اذكر كل اصدقائنا المشاهدين اللي بحب يتواصل معنا ويحكينا على الهواء، يطرح اي سؤال على الشيف، نحن جاهزين وحاضرين باستديوهاتنا، وهيدا هو رقمنا 01-4917703 حسب نظري. شو سؤال 703 ولا 705؟ 3. اسالوا ما تستحوا. عادي عادي. قووا قلبكم. يلا نحن ناطرين اتصالاتكم، وهلا نحن متابعين يعني حتى الافوكا شيف، حتى الحامض، حتى هالبهارات اللي طالعه ريحتها بتجنن، ومعهم نعم. الملح. هلا هون طبعا نحن هون بدنا نجيب تكون الافوكا شوي طريه او مستويه او تنمعص معنا دغري. اوكي. اوكي. انا هون مثل ما شفتي معصتهم بهالمدقه. في ناس دغري بيحطوها بالهاند ميكسر، ما تطحنوها بالهاند ميكسر، مش ما بتطلع كثير هيدا، بتصير عن جد بتصير موس. انا ما بدي اياها تكون. طيب انا بدك تخليني ساعدك بهيدا الطبق ولا لا؟ يلا ها. لا لا هلا رح اخذ اتصال برجع بساعدك. كاترين بونجور. كيفك يا كاترين؟ السنة بعد حبيبتي، خلي لي اياكي يا رب. ميرسي، اهلا وسهلا فيك. ايه نورتينا. وهلا رح ناخذ الرسات من شيف.
لحتى نعملها. ما عندي سؤال بس أوكي. بدي اعيدكم. اوكي ونحن بنعيدك بس انت حابه هيك تسالي تستفسري شيء عن شيء طبخه ولا لا سبا؟ لا بدك... لانه ليك انا ضليعة بالطبخ بس بحب نحن بنتعلم منها. ميرسي يسعد صباحك. ميرسي يا شيف. ليك بعرف كل هيدا بس هلا بدي اتعلم هاي الطبخ هذا مش عامله. يلا تابعينا وما تروحي لبعيد وانا بشكر اتصالك يا كاثرين. لا لوطي في ما بطفي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. بتعرف حسين في شغله كثير مهمه انه عن جد نحن بنتعلم من كل اللي سبقونا، يعني مثلا من اهالينا من عماتنا من خالاتنا قديش هن بروفيشنال بالطبخ. انا عم بقول لك انا اول برجع بيت باول حلقه طلعت فيها معك قلت ماني جاي انا اتذاكى على ست البيت، انا جاي يعني الفت لنظرها لكم شغله لست البيت، بالعكس ست البيت هي بتعلمنا وهي بتعطينا خبرات منا كيف كانوا يطبخوا ويطبخوا جدودنا وقبل وقبل وقبل. ايه بس انت مانك هين. انا فت على اليوتيوب وشفت وفت على الانستغرام، اسم الله عليك الشيف. يلا هلا بدنا نحط البصل، بنكتر له بصل ولا لا؟ ما لازم كثير ما بدنا نكتر له كثير بصل. طيب هلا انت هول بدك تخفقهم يعني كلهم مش هيك؟ نعم. ليه؟ هلا رح اجي احط هالبصلات. بصل. اذا شايفه كيف ضل فعلا كيف ضل لونه اخضر. يعني صرنا حاطين نحن بصل، حطينا بندوره، ما رح نحط كزبره لان رح استعمل معها الكراب. يلا خلينا نفرجيها الرودي والسهاد ولاصدقائنا المشاهدين ولا جان مي بعد في هلا بيزعلوا مني ما قلت كل الاسامي. يلا ليكو شو كنا شو صرنا حاطين خلينا نعد لهم. يلا أفوكا. نرجع بنعيد افوكا عصير حامض لحتى برجع بكرر ملاحظه على عصير الحامض لحتى خلى هيدا لون الخضار اللي عندنا ضل بهيدا اللون حطينا عصير حامض مع بصل مع بندوره بحطوا لها كمان كزبره واذا بدي وهون كمان ملاحظه فينا نحط معلقه كبيره من كريمه الطبخ معلقة كبيرة من كريمة الطبخ كمان بتعطي نكهة رائعة ولزجة كمان للصلصة كمان مش غلط إذا حطيت معلقة كبيرة من كريمة الطبخ مع هالصلصة طبعا هيدي الصلصة نحن بس بدنا نحطها بالبراد مش ضروري أنا استعملها مع الكراب فيني استعملها مع التشيبس فيني استعملها يعني. مع المكسيكان ايه. أصلا هي أساسا الجواكامولي مكسيكية من المطبخ المكسيكي فيني أنا استعملها مع عدة طبخات فيني استعملها مع عدة وصفات ممكن أنا اليوم بالسهرة أنا وسهران إجاني ضيوف محضر أنا صلصة جواكامولي محطوطة بالبراد إجي على البراد شيلها من البراد بس أكيد بدي يكون مغطيها كمان لتضل محافظة على لون الخضار الموجود بقلبها لأن بتسود دغري الأفوكا مثل التفاح بس كيف التفاحة بس نقشرها نتركها نحن 10 دقايق تلاقيها بلشت تطبخ الأفوكا نفس الشيء كمان التفاح نحن بنحط له عصير حامض لحتى ما يطبخ ما يطبخ هلا علمتنا شغله كثير مهمه لانه كل السيدات بعينه من هيدي الشغله حسين نعم. انه بس يحطوا الافوكا وما يكونوا حاطين له حامض او شيء بصير بده يسود هلا قلت لنا لازم نحط له حامض ولازم نغطيه طبعا ما يكون بالبراد بلا غطاء اكيد بلشت ريحه الطبق تطلع واو شو شيء بشهي وين هالاتصالات يلا نرجع نرجع بنقول لك لاصدقائنا المشاهدين هيدا هو رقمنا يلي عم بيمر قدامكم على الشاشه فيكم تتواصلوا معنا تسالونا عن الجواكامولي اللي عم بيعملها هلا الشيف حسين وفيكم كمان تستفسروا عن حيالله اكله حابين تعرفوا وفيكم تقولوا لنا اذا بدكم اكله نحن نعملها الجمعه الجايه فيكم تعطونا رايكم لحتى بيجي انا بحضر لكم اياها هون ما في اي مشكله ايه هيدي فكره اذا بتحبوا جمعه الجاي شو بنطبخ الشيف حسين جاهز هلا نحن بده يكون عندنا فن بالطبخ مثل ما دائما علمتنا شيف انه دائما نعطي شكل للصحن للطبخه البرزنتيشن كمان هي من اساس الصحن اوكي اوكي هلا هون من بعد ما حطينا الجواكامولي يلا. حطينا فوقها قوي قلبك وشيلي خلص بدي ازعلك اياها لا خلص خاف هيك هالقد سهله؟ سهله واو ايه طيب. هلا رح اجيب الكاب حط كمان من حبوب الكابر بهيدا الشكل خلينا نفسر شو هي هيدا الحبوب بالتحديد هيدي نبتة الكابر بتجي جاهزة نشتريها نحن موجودة بكل التعاونيات بتتقدم مع ثمار البحر بتعطي نكهة رائعة اوكي يلا عنا اتصال انت وعم تشتغل رح اخده الو الو بونجور بونجور كيفك كيفك رامي
الحمد لله الله يسلمك. انا كل اتصالي بالاو تي في اليوم بدي صبح عليكم، بصبح على الشيف حسين. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك وبالشيف حسين. بتحب تطرح شي سؤال؟ لا بس تصبيحه هيك بس بدي اسلم عليه. اهلا وسهلا فيك. شو رايك بهالجواكامولي اللي عم نعملها انا والشيف؟ راح رامي، راح رامي. ليكو قديش يعني بعد ما خلص؟ بس قلنا شو حطيت. حطينا هول الحبوب يلي اسمهم كاب. حطيت زعتر بري. اوكي. وهلا اجى التزيين. لو بتشوفوا شو هالصحن الحلو. وهيدا حطينا هلا كمان من دبس الرمان. ليكو هالصحن الحلو يلي عملوا بثواني. المرة القاعدة واحدة بالبيت يلي ما بدها هلا تطبخ طبخة كبيرة، هيدي فيها تعملها غدا. هلا خليني لك شغله، هيدا ما يعتبر كابيتايزر، يعني ما تعتبر وجبه غدا. لان اول شيء نحن بس نحكي وجبه غدا بدنا نحكي على جميع الحصص الغذائيه اللي بتكون موجوده بداخل الطبق. هيدا يعني هيدا الطبق ما في حصه نشويات. اوكي، ما في يعني فينا نقول انه في حصه فواكه، في حصه خضار، في حصة بروتين بس، ولكن ما في حصة نشويات. يعني منه طبق غذائي متكامل لنقدر نحن نتناوله على سفرتنا. ما اختلفنا غض النظر قد ايه نحن الافوكا جدا مفيد ومهم لجسم الانسان، وقد ايه الافوكا كمان في الدهون المنيحه اللي بتفيد جسم الانسان. يعني ما هيدا اللي كنت عم اقول لك فيه. انه مزبوط، هو منه هالطبق اللي لطيف اللي بيشبع، بس عندك الافوكا قديش مفيد، عندك الكراب، عندك الحامض، عندك البصل، يعني كله مفيد يعني جدا. يعني نحن اليوم بنروح نتناول كبايه عصير، لنقول افوكا كبايه عصير افوكا، اذا بدنا نجي نحن نتناولها قد ايه في بقلبها سكر، صح تير ولا لا تير. يعني نحن عم ناكل من ميله ونأذي حالنا من ميله، مزبوط ولا لا؟ هيدا ما رشه ملح، افوكا طبيعي خفيف نظيف. بتجنن يا شيف، انت هلا رح تاخذ الاتصال، هيدي كاميرتك. يلا الو. الو، هاي بونجور. بونجور، كيفك شيف؟ يا اهلا وسهلا، شو هالطبق الحلو، يعطيك العافيه. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. بس عندي سؤال، بعد ما خلصت ليش حطيت الجلاف بالجاط؟ هيدا هو سؤال. هيدا سؤال؟ هيدا هو سؤالك. لأنه خلصنا بقى في عندنا هيدا لطبخة تانية، هلا بكره بيطبخ لنا اياه وبيعمل لنا طبق. هيدا هو السؤال اللي طرحتيه. انبسطنا فيك كثير شيف عن جد، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نحن هون خليني أنا بدي أوضح لك شغلة، نحن هون عم نطبخ بإمكانيات شوي، يعني ما في حوالينا مجلى، ما في حوالينا، عم نطلع نقدم على هالطاوله وصفات سريعه لالكم، صحيه. فانا مضطر اللي بخلص منه انه احطه على جنب عشان هيك، صح. انا فكرت بدك تقول هولي برجع كمان بنعملهم طبخه اسمها بنخلط الكفوف بنحط لهم. لا الكفوف ما بنحط لهم شيء شيف. الكفوف بيرجع بينعاد تدويبهم وما بعرف. وايا مثل ما عم تقولي سهاد، بعد ما وصلنا لهالمرحله. طيب هلا انا بدي اقول لك ميرسي كثير انه عملت لنا طبق كثير 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 لذيذ. هلا بدي ارجع احكيك على هول اللي فضلوا شو فينا نعمل فيهم، لان انت علمتنا قبل مره قلت لي ما في شيء. اذا ضل عندي لحظه، في عندنا اتصال. يلا الو. الو الو، بونجور. بونجور، مين معنا؟ ما هلا قلت لك معك سلوى السيف، بدي احكي مع شيف حسين. ايه سلوى تفضلي. يا هلا تفضلي. الو. ايه انت حضرتك على الهواء، حكيتيهم تحت الهواء وهلا عم تحكينا على الهواء، والشيف حسين واقف وناطر. الو بونجور. بونجور، يا اهلا وسهلا. معك. ايه تفضلي مدام. شيف حسين، هديك اليوم كنتوا عم تطبخوا، كنت عم تحكي عن الكريم فريش. نعم. انه إلها طريقة بتعملوها غير، لأنه صارت كثير غالي ما عم فينا نجيبها بقى. نعم. مرسي، يا اهلا وسهلا. شكرا لاتصالك. خليني قبل بليز، اتمنى عليكم كلكم بس تحكونا، خففوا على الاخر صوت التي في، ما تسمعوه ابدا، واحكونا من اباري، اسمعونا من اباري التليفون، لانه لا بتقدروا تسمعونا ولا بيقدروا يسمعونا ولا بنقدر نسمع. صح. شو بدنا نقول عن الكريم فريش؟ الكريم فريش حكينا نحن قبل هيك، اليوم صارت عن جد مثل ما عم تفضل المدام وتحكي انه صار سعرها عالي كثير مرتفع. فنحن فينا نجيب حليب، بنحط حليب على النار طبعا،
فينا طريقتين، او بحط للحليب كورن فلاور نشا، او فيني اعمل زبده وطحين نفس طريقه البيشاميل وضيف لها الحليب. يعني اذا بدنا نحكي خليني اقول لك كميات، بدنا معلقتين من الزبده، بدنا معلقتين من الطحين، بدنا 3 ارباع لتر من الحليب السائل الفاتر، مش بس بده يكون سائل بده يكون فاتر، حليب زبده طحين حليب. صحيح، بندوب الزبده بنضيف الحليب، سوري بندوب الزبده بنضيف الطحين، بده يضل زبده والطحين ابيض، نرجع يعني روق ابيض، نرجع بنضيف الحليب السائل الفاتر بنضيفه فوق الزبده والطحين مع التحريك المستمر، بنضيفه تدريجيا لحتى نحصل على كريمه شاده ومتماسكه. هيدي الكريمه مدام فيك تحطيها بالبراد وتستعمليها ساعه البدك مع حيالله نوع من انواع الكريمات. طبعا اذا كان عندي كورن فلاور بدي اعملها بالكورن فلاور، بحط حليب سائل كمان 3 ارباع اللتر حليب سائل مع 3 معالق كورن فلاور، بس هون بدنا نحطهم كلهم على البارد لحتى ما يكعزلوا عندي بالطنجره. سؤالين كثير سريعين بدنا الجواب لانه خلص الوقت. اول شيء فينا نعملها بلا زبده لانه في كثير عالم عاملين ضيق. بلا زبده. بلا زبده. بلا زبده. ثاني شيء هول اللي فضلوا، بدي ارجع لسؤالي شو فينا نعمل فيهم؟ فينا نعمل لهم شيء تمام. نخلطهم هون مع الكابر. كمان بنحط ال نسينا نسينا. نسي التزيين. نسينا نسينا. ايه ايه. نسينا نسينا. ها؟ اللمسات الأخيرة. أيوة. على الطبق السحري. ايه. فينا كلنا نعملهم صحن سلاد مع دبس رمان، وهيدا حضر حدي هون زيت الزيتون وعصرة حامضة، وآخر شيء بنقول يا سلام. بنقول يا سلام وبنقول لك يا سلام على ضيقك. طبعا بتذكر أنا كمان المشاهدين فيكم تفوتوا لعندي على صفحتي على الانستغرام، فوتوا تعملوا لي فولو، وكل السوشيال ميديا كمان فيكم على تحضروا كل الحلقات كمان على اليوتيوب. انا شخصيا عم بحضرها. عم تحضريها؟ اي. وبهنيك عن اسم الله عليك، وانا بدي اقول لك عن جد ميرسي كثير الشيف حسين عبد الساتر يلي بيجي بكل حيويه ونشاط ليقدم لنا اسهل واسرع الاطباق والاكثر صحيه. اهلا وسهلا فيك. انا بدي اشكرك وبدي اشكر كل المشاهدين، وملتقانا الاسبوع المقبل بوصفات جديده. تحول الى نشره اخبار. تحول الى نشره اخبار. يلا بريك ونواصل.